قبل الفرح الجزء التالت، تعالوا نشوف ممكن نشرب ايه يدي وشنا النضارة ونزود ترتيب جسمنا بطريقة طبيعية. اول حاجة العصاير، ودي ممكن نشربها دافية او باردة. تاني حاجة سموديز، ودي ممكن ناخدها كوجبة لانها بتكون فيها كذا حاجة مع بعض فبتشبع بس بقيمة غذائية عالية، فبنضمن ان الجسم بياخد كل المعادن والفيتامينز اللي هو الاصح اننا ناكل الفاكهة زي ما هي عشان الفايبرز اللي فيها، لكن الفترة دي مش بنلحق فالاحسن ناخدها في صورة عصير. تاني حاجة الشاي الاعشاب اللي مش بيكون فيه شاي اسود، بيكون خلطات اعشاب طبيعية مع بعض بيهدي الاعصاب ولو متأخرين، وبنعمل مشاوير كتير برا البيت فالحل الامثل هو العصير الطبيعية اللي بتكون برا البيت، بس نتأكد ان مش مضاف لها سكر. وعشان نزود البروتين ممكن نزود زبادي يوناني او بذور شيا. الشاي اللي فيه اعشاب عطرية من احسن انواع الشاي اللي ممكن تجربوها الفترة دي، بيحسن المود بيخلي ريحة الجسم احلى. وعشان نهدي اعصابنا النعناع واليانسون هما اكتر حاجات محتاجينها الفترة دي، واكيد ما ننساش المية ونقلل الكافيين لكوباية واحدة بس في اليوم او بلاش خالص.